أهلا وسهلا شباب. دينيز، في شي تطورات؟ للأسف كانت سيلين عم تحقق من فترة، بس ما حدا شاف أشرف وعيلته. عرفتوا شي من قرايبينه؟ ما حدا بيعرف شي بنوب. خليك جاهز مثل ما قلت لك. ممكن يكونوا خبوا الزلمة بشي محل. ايه ممكن. ما في شي نعمله، رح نعمل كل جهدنا لحتى نربح. انت بدنا نبلش؟ خلال ساعتين. بالإذن منكم. ايه امي قليلي. بنتي انتي رحتي على المحكمة؟ ايه صح، انا بالمحكمة. يا ريتك ما رحتي، هلأ رح تتخانقوا هنيك كمان. لكي أمي، أنا بدي أشتغل شغلي لو سمحتي. اشتغلي يا بنتي، أنا ما قلت شي، بس يا ريت لو ما رحتي على هالقضية. لكي أنا اجتمعت مع البنات ببيت روفتا. أمي شو دخل بيت روفتا يا؟ يلا تعالي أنت كمان. ليش أنتو ما رح تلتقوا بالبيت الصيفي؟ شو نسيتي يا بنتي إنه في ترميم؟ حبيبي تحسين، أنا والبنات رح نجتمع بكرة بالبيت الصيفي. البيت الصيفي؟ من وين طلعتي بهذا الشيء؟ ما فهمت شو قصدك. هيك بالعادة منروح كل سنة والبنات بيحبوا يروحوا لهنيك. بعتذر منك، هاي السنة ما فيكن لأنه عم أعمل ترميم للبيت، لذلك لازم تأجلوها. تمام يا أمي، شكرا. يلا بحبك، رفقاتي عم بينادولي. ماشي يلا بشوفك. ألو أخي سوات. مرحبا، أنا بدي أسألك عن شغلة. في ترميم بالبيت الصيفي يا ترى؟ حتى لو في ترميم أنا ما بعرف يا أنسي هايلة. تحسين بيك قال لي عنده ضيوف وعطاني إجازة كم يوم، قال لي أنا بتصل فيك مشان ترجع. تمام منيح، شكرا. يسلموا كتير على هالمعلومة. هذا يعني إنك مخبيه بالبيت الصيفي؟